حتى الموزع بتاعنا، حتى فريق العمل كامل، ده كان حرصي الشديد يعني الحقيقه، لانه ما فيش حد يعني احسن مننا في شغله. انا بقول ان حتى فريقي لو هتكلم على موزع، لو هتكلم على حد شغال في الشغل دوت، هو برضه دفع لكل حد تاني يعني طبعا. دفع لكل حد مصري. انا بالنسبه لي كان الموزع كريم لطفي مصري، والمخرج والمنتج علي العربي برضه مصري، فانا حاسس ان هي حاجه كويسه لينا كلنا الحقيقه. طبعا ومفيش حد يختلف على ده. ويجز انا شفتك كمان بتمثل، ولاجل الامانه انا عجبني تمثيلك. على قد كده يعني؟ لا يا عم ولا على قدك ولا حاجه، انت جامد. طب قول لي انت 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 بتفكر تكمل في قصه التمثيل لقدام، ولا صدفه ما او تجربه من ضمن التجارب بتاعه ويجز، ولا ممكن الحقيقة تكرر؟ هي كانت تجربه، كانت تجربه، وكنت فعلا زي ما تقول كده بجس نبض، بشوف انا شاطر، بشوف الناس هتتبسط ولا هتتضايق، وردود الافعال كانت ايجابيه، فخلتني فعلا اتحفز، عايز اشتغل تاني في التمثيل، وعايز اعمل حاجه تانية، وعايز اعيش شخصيات جديده من الاخر يعني. بس ولكن المناخ بتاع العمل بتاع التمثيل هو اللي فعلا خلاني حاسس ان انا عايز اخوض كمان تجربه، واتعرف على ناس جديده، واتعرف على فريق عمل كمان، وهكذا. طب حلو قوي.